السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بون بلون شانيل. بون بلون ديال اليوم كما عودناكم وكما كيعجبكم من عند كيتايا. مشيت باش نشوف واش لي سولد باقين، واش باقين ناقصين في شي حوايج اولا لا، لقيتهم باقين دايرين دي بروموسيون. حاولت نصورهم لكم وحاولت نصور لكم داكشي اللي كنتو طلبتو مني اخر مره في الفيديو ديال كيتايا، اللي هما لي ماب اللي غيكونوا ناقصين فيهم اولا اون ليكيداسيون، بحال هادو اللي كتشوفوا دابا معايا مقتطفات ديال شنو غيكون في الفيديو. حاولت نصور لكم لي ماب، حاولت نصور لكم لي صالون حيت طلبتوهم كذلك. ما كنتش كنبغي نصورهم حيت كان كيجيني الثمن ديالهم طالع بزاف، مي بزاف كانوا بغاو ياخذوا غير فكره ديال لي موديل. حاولت نصورهم لكم كاملين، لي كانابي اللي عندهم، شكيلات كيفاش دايرين، باش تاخذوا هكا اون ايدي ليهم. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش انكم تدعمونا باشتراك وبلايك وخصوصا لي كومونتير، باش هكا كنحسوا بانكم كتفاعلوا نتوما مع الفيديو كيعجبكم وكتقدروا المجهودات اللي كنديروا. اول حاجه هما هاد لي ميغواغ اللي حتى هما شي واحد البنت كانت سولتني عليهم بشحال كيديروا. كيديروا 759 درهم على حسب الشكل، يعني كاينين اللي ب 600 درهم وكاينين اللي ب 759 بحال هادو. كاينين هادو اللي كيجيو ب 949 درهم. يعني بالنسبه اللي بغى يعرف كيتايا بشحال دايرين، هادو هما الاثمنه وهادو هما الشكيلات ديال المرايات طوالين ديال كيتايا، يعني باش تبان لكم. وهادو اللي قلت لكم دايرين ليهم 600 درهم بحال هكا، وعندهم هذيك العيبه هكا من اللور باش كتبقى واقفه المرايه كما كتشوفوا. فيهم الابيض، فيهم البيج، وفيهم الكحل. انا حاولت نصورهم لكم كاملين هكا باش تعرفوا اولا تشوفوا الشكيلات ديالهم. بالنسبه كذلك اللي كيبغي الكادغ بالدوغي اولا بلارجونتي، راه حتى هما كاينين متوفرين. يعني بالنسبه اللي كيهمهم الامر، اللي بغى ياخذ هكا فكره على المرايات. بالنسبه للي مابل كما قلت لكم، كاينين اللي دايرين فيهم بروموسيون، فحال هذا دايرين ليه 1995 عوض 3595، يعني ناقصين فيه 1600 درهم، يعني تقريبا 32000 ريال. كاين هذا اللي في الابيض دايرين ليه 895 درهم، يعني 18000 ريال. كاين هذا الشكل هذا اللي بالمارون 1195 درهم، كما كتشوفوا الشكل ديالو حتى هو اون بروموسيون. اللي يبغي اللي نبغيكم تردوا ليه البال هو انه كاينين دي ماب اللي دايرين ليهم بري اكسبو، وكاينين لي ليكيداسيون، يعني هادو كيكونوا ناقصين اكثر من اللي كتلقى فيهم هكا الثمن في هاد الورقه الصفراء. هذاك بروموسيون ملي كيكون مكتوب هكا اون ليكيداسيون، هادو كيكونوا ثمن طايح بزاف. بحال هاد المبل هذا اللي بسته المجوره كبار، كيبقى 975 درهم عوض 1950 درهم، يعني ناقصين فيه 1000 درهم، يعني كيبقى لك بقلب من 20000 ريال. راكم عارفين هادو كتمشي غير القصريات والسوق كتسول كتلقاهم غلا. بالنسبه لهاد الديكور هذا اللي فيه مرايه صغيره 500 درهم، واللي كيبغي البيض راه كذلك كاين هاد المبل هذا ليكيداسيون ب 1400 درهم عوض 3500 درهم، كما كتشوفوا ناقصين فيه اكثر من 40000 ريال، وفيه مترو و5 سنتيم. بالنسبه اللي بغى لي مبل شوسور كذلك، كاينين اللي ناقصين فيهم وكاينين اللي الثمن ديالهم هو هذاك ما ناقصينش فيهم. فحال هذا الاحمر هذا ناقصين فيه 50% اولا اكثر من 50%، كيبقى ب 500 درهم في ثلاثه الطبقات. فحال هكا نتوما كتشوفوا، انا حليتو لكم باش تشوفوا فين كيداروا الصبيبطات، جوج ديال الطبقات في كل واحد هانتوما. وكاين الكبير ديالو جا في الصفر ب 1000 درهم، يعني 1000 درهم عوض 1800 درهم، كما كتشوفوا جات فيه 6 ديال الطبقات، يعني الاخر 3 هذا جا فيه 6، يعني اللي بغى الصغير ب 500 درهم واللي بغى الكبير ب 1000 درهم. واللي كيقلب على هذا الشكل هذا كيجي كامل مسدود، ما كيجيش كاع يبانوا هذوك الخويات. كاين هذا اللي فيه 4 ب 1000 درهم. كاينه هاد لي طاجير هادي ب 395، بزاف شفتهم كيديروها في الكوزينه، كيديروها في بيوت النعاس، كيديروها فحال هكا في الصالون، كيبغي كيحطوا فوق منها ديكورات، يعني كيبقى كل واحد وكيفاش كيبغي يستغلها. بالنسبه للعشاق لي فيترين، كاينين هادو ب 2665، اللي غيبغي ياخذ لونسومبل كامل راه كاين المبل تي في ديالو، كاين الطابل باس ديالو. المبل تي في هو اللي صورت لكم في الاول، وهاد لا فيترين راه هي اللي دابا كتشوفوا فيها. وعاد كاينه الكبيره ديالها هي هذه، دايره ب 3900 درهم.
بحال هكا كما كتشوفوا الشكيلات ديالها، وعاد هما شوفوا كيفاش هما دايرين لا ديكوراسيون ديالها. نتوما غادي تقادوا ديكور على حسب شهوتكم. بالنسبه اللي كيقلب على البوفي بنفس الشكل، ها هو هذا دايرين لي 2995 درهم، عوض 3450. وبالنسبه للكنابيات اولا بالنسبه للصالونات، بزاف كانوا سولوا عليهم. كاين هاد الصالونات فحال هكا كيتماشاو معاهم بزاف الطويبلات، فحال هذيك الطويبله اللي شفتوها ب 995 درهم. هاد الصالون كيبقى ب 7000 درهم عوض 10000 درهم، يعني ناقصين فيه 60000 ريال. كيجي فحال هكا اون ال، فيه رونجمون وفيه فونكسيون لي، يعني كيتجر بالنسبه لا جا عندك شي حد بغيتي يتجر باش كي يقد زعما النعاس يكون مريح، وفيه كذلك بلاصه ديال الرونجمون. هاد الشكل هذا دايرين لي 10995 عوض 13995، ناقصين فيه 3000 درهم. هاد الشكل هذا كيجي متسع اكثر والعرض ديالو كبير بزاف، هذا داير 14495 درهم عوض 19995، يعني ناقصين فيه تقريبا 5000 درهم. كاين هذا بالكري فحال هكا كما كتشوفوا، حتى هو لا ميم شوز، يعني فيه الرونجمون وفيه فونكسيون لي، يعني ضروري ما تردوا البال هذه القضيه. هذا داير 12995 عوض 19995، ناقصين فيه 7000 درهم. كاين هذا اون بيج اولا اون غري كيجي ب 9995 فحال هكا. صالون كيفاش داير كما كتشوفوا اون ال، هذا هو الثمن ديالو، ناقصين فيه 5000 درهم. كيجي فيه 2 مترو 63، ما حاولت نصور لكم. حتى بالنسبه اللي غادي يصاوبوا عند طابيسي وبغى ياخذ غير فكره، مهم كتشوفوا نتوما الشكيلات، وكل واحد كيمشي على قد جهده وعلى قد المستطاع ديالو. اللي بغى الكنابي راه كاين هذيك الطويبله كتجي معاه هكا في الجنب 500 درهم كدير. كاين هاد الشكل حتى هو داير هذا 7000 درهم اولا 7995، هذا ماشي بروموسيون، هذا يلاه جابوه نوفيل كوليكسيون كما كتشوفوا، في 2 مترو و17 وحتى هو في فونكسيون لي وفيه الرونجمون كما كيبان لكم. وبالنسبه اللي كيقلب غير على لي كانابي ديال 2 بلاص اولا 3 بلاص، راه كذلك كاينين، كاين ديال 4000 درهم، وكاين واحد لقيته سولدي بالاحمر، هذا كري هذا ب 4000 درهم، هذا فيه الرونجمون وفيه فونكسيون لي في نفس الوقت. وكاين هذا اللي قلت لكم 3000 درهم. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو في الفيديو المقبل باذن الله.